أمور كثير تغيرت في حياتنا مع وجود السوشيال ميديا، ويمكن من ضمنها الأمور أو الصورة النمطية التي كنا نعرفها ونراها ونشعر بها كأم حامل. الأم الحامل كان الهم الأكبر عندها حماية نفسها، صحتها، وحماية وسلامة الجنين. الآن صار من ضمن المهمات التي يجب أن تقوم بها الأم مع كل التعب والتغيرات اللي تمر فيها، إنها لازم تروح تعمل جلسة تصوير، لازم تلبس طوق ورد، لازم تعمل أشياء جديدة قد تكون منهكة ومرهقة بالنسبة لها. التغير في الصورة هذه لأي درجة ممكن أن يؤثر تأثير سلبي على الأم؟ صحيح. أول شيء مرحبا للجميع. أهلا وسهلا. اليوم ما في شك، ومثل ما الريبورتاج قال، إنه الصورة النمطية يلي عم تفرضها السوشيال ميديا بالإجمال على نمط حياتنا وشخصياتنا وتفاعلنا مع المجتمع كتير عم بتسبب ضغوطات، هيدي ما في شك فيها. يمكن الزيادة اليوم نشدد على المرأة الحامل، لأنه المرأة الحامل على كل الأحوال رح تكون عم تقطع بضغوطات نفسية، لأنه مرحلة الحمل طويلة. هون من دون ما نكون عم ننسى أنه مش كل النساء بتقطع بنفس التجربة هي وحامل. يعني في نساء فيها تقطع معها بطريقة سلسة، في بعض النساء فيها تكون كتير تعبانة، وعند بعض النساء في يكون عندها أمراض جسدية خلال هيدا الحمل. صحيح. من هالمنطلق اليوم مثل ما قلنا، على كل الأحوال اليوم المرأة الحامل فترة طويلة 9 أشهر من الحمل بتسبب لها أول شيء تعب جسدي على كل الأحوال، لو كان حتى الحمل عم يقطع بطريقة سلسة، أكيد في تغيرات على مستوى الهرمونات وحبس الدم مثل ما بنقوله اكسترا، هيدا رح تكون عم بتسبب لها ضغوطات نفسية على الأكيد. تتجي اليوم الصورة النمطية يلي هي صورة مثل ما استعرضناها، نساء حاملات كتير مبسوطين ومرتاحين، أكيد تسبب هذا الضغط. ليش؟ لأن إحنا اليوم ما فينا بعالمنا الواقعي نكون عم نعيش هالقد بمثالية. نحن اليوم ما معنى مثالية. اليوم شو يعني يكون عم عيش حمل مثالي؟ شو يعني هيدي الصورة يلي أنا اليوم لازم كون مثل ما قلتي إنه حتى الوردة على راسي ومبسوطة، ما كون قايمة الصبح يمكن عم مزعوجة، عندي لعيان نفس اكسترا، كل العوارض الطبيعية اللي بتقطع فيها المرأة الحامل. من هالمنطلق المقارنة هي هون النقطة الصعبة، لأنه إذا بدي روح شوي للوضع الإيجابي إنه أنا فيي استفيد، هلأ برجع بحكي عنها بعد شوي، بس نحن اليوم يمكن بدنا نبلش إنه المقارنة أول وحدة، تاني وحدة الإحساس بالذنب يلي نابع إنه أنا اليوم ليه مش قادرة أكون هيك، لا أنا اليوم بحق لي أكون تعبانة. يمكن اليوم هالنقطة الأساسية، أحقية إنه المرأة فيها، المرأة الحامل فيها تكون تعبانة وتستريح وما تروح يمكن صوب هذه المقارنات. وهون المقارنة هون يمكن الصعوبة، طال اليوم قدر خفف القلق يلي متزايد يلي بيكون موجود على كل الأحوال عند المرأة الحامل، واليوم الصورة النمطية عم بتخليه يزيد أكتر وأكتر. يعني يمكن كما ذكروا بالدراسة أنه الآن صارت البنات بالذات يمكن الأصغر عمرا يروا أنه المرأة الحامل يجب أن تكون عارضة أزياء مبتلعة كرة سلة فقط، يعني بجسم رشيق، باختلاف بنفسية جميلة، بابتسامة، يعني حتى في التصور يمكن لما يسمعوا من أمهاتهم عن فترات حمل صعبة صاروا يفكروا أنه هذا زمان كان الحمل صعب، الآن صار الحمل أسهل بما يرونه من صورة خارجية. أيضا بالنسبة للنساء اللي كانوا مثلا حوامل في فترة ما وما عندهم هذه الصور والذكريات لفترة الحمل، لم يوثقوها لأي سبب كان، شعور بالذنب أنه أنا ما وثقت هذه الفترة المهمة من حياتي، أيضا أعتقد أنه يصير في شعور مؤلم بالنسبة للأم أنه هي كل الناس قاعدين يوثقوا فترات الحمل بصور جميلة وأنا حملت وولدت والأولاد كبروا وأنا ما عندي صور معاهم إلى الآن. صحيح. اليوم يمكن معلي اسمحي لي يمكن روح للأمور الإيجابية مباشرة، يعني أكيد اليوم وقت أقارن بين قبل وهلأ في فرق كتير كبير. من وقت ما بلشت السوشيال ميديا أنا بقول تخرق حياتنا بكل أوجهها، حتى من زمان يمكن ما أعرف إذا بعد في صورة كنا نظهرها إذا بتتذكري. أيوة أيوة. ونخليها عنا بالألبومات يلي هي كمان كانت شيء كتير حلو يضل موجود عنا. صحيح. خلينا نروح للأمور الإيجابية. أنا اليوم بعتبر إذا الإنسان قادر يكون متصالح مع حاله، يمكن هذه النقطة الأساسية، مع كل الضغوطات اللي عم يقطع فيها
ويمكن يستفيد من هيدي الأمور اللي عم بتصير. يعني أول شيء أكيد اليوم يكون عندي الصورة الصحيحة عن الحمل. هو كمان تروح للنطاق الإيجابي، هو منه مرض. أنا اليوم وقت أكون امرأة حامل إيه بيكون في عندي تعب جسدي، بس هو منه مرض. يمكن اليوم إذا اليوم متصالحة مع حالي، حرجع عيد الكلمة، قادرة استفيد من هيدي الصور إنها تساعدني عيش الحمل تبعولي بأكتر طريقة إيجابية، من دون ما أكون عم روح لأقسى على حالي أو عرض حالي مواقف معينة تزعجني. من هالمنطلق بعتبر اليوم انه يمكن اخذ كم صورة انا او انبسط شوي بطريقة نمط معين مع واقعية هيدا النمط. يمكن هون النقطة الاساسية اللي عم تعملنا مشكلة. وقت نخرج من واقعية الحياة ونروح لهيدي الصور يلي هي كتير عم بتجمل الموضوع، انا اليوم قادرة الى حد ما بين وضعي انا وبين هيدي الصور انه روح على واقع. يعني كمان صحيح دكتورة ريما، يعني على كلمة واقعية الصور، قد تكون الام فعلا تشعر بآلام غير مرتاحة، لكن هي اوريدي حاجزة مثلا موعد جلسة تصوير او حاطة ببالها انها بتتصور، فبتضغط على نفسها وبترسم ابتسامة ممكن كاذبة لتوثق هذه اللحظات. ممكن أحيانا نشوف بعض الصور أو بعض الأماكن اللي إحنا نشوفها في صور جميلة، لكن إحنا نعرف حقيقتها. أنا عارفة أنه لما التقطت في هذه الصورة في هذاك اليوم الابتسامة كانت مزيفة ولم تكن حقيقية، وكنت جدا تعبانة مثلا وقتها. هي هذا يمكن ما نقصده بالواقعية، أنه نكون فعلا يعني صور تكون ذكرى حقيقية للأم أو حتى للولد بعدين، صح؟ 100%. مشان هيك أنا اليوم أكيد أنا ضد بالمطلق إنه المرأة الحامل تجبر حالها على موقف معين، لأنه أبدا ما رح يكون له تداعيات جيدة. وخاصة مثل ما قلت إنه اليوم بكرة بس رح ترجع تشوف الصورة رح تتذكر الواقع يلي الأليمة اللي كانت هي عايشته. اليوم على الأكيد لازم تنقي بعض المحلات اللي هي مرتاحة فيها توثق هيدي اللحظات، لأنه أكيد مع كل هيدا التعب الحمل شيء حلو أكيد. وبس يوصل الولد نرجع ننسى إذا بدك هيدي النقاط اللي كانت ضعف وتعب. اليوم توثق بعض المحلات اللي هي أكتر شيء فيها مرتاحة، ومش غلط كمان نتذكر شوية التعب يلي عشناه من دون ما نكون كتير عم نعيش تقله ونرزح تحته. اليوم إذا متصالحين، يمكن هيدي النقطة الأساسية. أيوة. أنا بحق اللي يمكن قلتها بالأول، أنا اليوم اتعب انوجع ما كون بأبهى حلالي، كون عن جد تعبانة، ويبين هيدا الشيء لأنه هيدا كتير منطقي وواقع أنه أنا كون عم بقطع فيه. صحيح، يعني يمكن هذه فعلا أهم نقطة دكتورة، اللي هي الواحد يكون حقيقي وواقعي وما يجبر نفسه لمجرد أنها بس موضة، كل الناس قاعدين يسوي كذا، أنا لازم أسوي كذا وأضغط على نفسي. شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا دكتورة ريما بجاني الاستشارية النفسية، كانت معنا من بيروت. بقية نهار جميل مثلك يا دكتورة.